انتقالا إلى جازان مراسلنا حسن غزواني، والحديث عن فوز الطالب نواف عاكش بجائزة حمدان بن راشد في فئة الطالب المتميز. يا أهلا وسهلا. صباح الخيرات. صباح النور لكم والسادة المشاهدين الكرام في كل مكان. تحية طيبة من جازان الفل والكادي، من جازان الإنجازات والإبداعات، وإنجاز جديد يسجل باسم الوطن وليس باسم إدارة التعليم السعودية فقط. هذا الإنجاز تمثل في حصول الطالب نواف بن عبد الرحمن عاكش على جائزة شيخ حمدان بن راشد المكتوم للأداء المتميز فرع الطالب المتميز كأفضل طالب على مستوى الخليج العربي. هذا الإنجاز بلا شك هو استمرار لما تحققه إدارة التعليم الصبية وما يحققه أبناء الوطن كافة من إنجازات ترفع راية المملكة العربية السعودية في مثل هذه المحافل. يسرني في هذه الأثناء استضيف الطالب عبد الرحمن نواف عبد الرحمن عاكش. بدايتنا نواف نرحب بك، وودي أن تعطينا نبذة عن هذه المشاركة، كيف تم ترشيحك له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا سعيد جدا بظهوري في قناة الأخبارية السعودية في هذا الصباح الجميل. بداية الفضل لله ثم لدعاء والدي، ثم أتوجه بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموه ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وسموه نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود. كما أشكر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وأتوجه بالشكر لإدارة تعليم صبية ومكتب تعليم ضمد ومدرسة الغالية ثانوية ضمد. أشكر كل معلم علمني في حياتي، أشكر كل من كان له بصمة في حياتي الشخصية والعملية، وهذا جزء من رد الجميل في حقهم، والقادم أجمل بإذن الله. تحدثنا عن ترشيحك، المراحل التي تم فيها ترشيحك إلى أن وصلت إلى الجائزة. بداية يتم الترشيح على مستوى مكاتب التعليم، ثم على مستوى إدارة التعليم، من ثم على مستوى الوزارة، من ثم رفعت الوزارة باسمي ضمن الأسماء المتأهلة على مستوى دول الخليج، ولله الحمد حققت جائزة الشيخ حمدان بن راشد كأفضل طالب خليجي. نبارك لك نواف، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله بإذن الله، وحصد مزيد من الجوائز بإذن الله سبحانه. أيضا مشاهدي الكرام، معنا الأستاذ ناصر بشير معافى مساعد الشؤون التعليمية بإدارة تعليم صبية. أستاذ ناصر، تحدثنا عن هذه الجائزة وما تحققه إدارة تعليم صبية من جوائز، خاصة فيما يخص جائزة حمدان بن راشد المكتوم. بداية نحييكم في قناة الأخبارية في إدارة تعليم صبية، ونشكر جميع الجهود الإعلامية التي تقدموها تجاه أبنائكم تجاه هذا الوطن الغالي. الحقيقة نواف من الطلاب المتميزين، وسأنطلق من نواف هذه القامة الفارهة التي تستحق منا الدعم والتحفيز والمساندة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ها نحن نجني الثمرة. والقيمة الغالية من هذه الجائزة هو الوقوف على هذه المنصة، ونحن نحمل راية التوحيد، راية المملكة العربية السعودية. ما أن جاءت الموافقة من المقام السامي المشاركة في هذه الجائزة، وجاءت التوجيهات من معالي النائب وأيضا وزير التعليم، حتى كانت إدارة التعليم صبية تضع في مقدمة أولوياتها المشاركة في مثل هذه الجوائز لتمثيل المملكة العربية السعودية. وحققنا بفضل الله سبحانه وتعالى، إدارة التعليم صبية حققت من عام 2013 11 جائزة في هذه، حصدنا 11 مركز في هذه الجائزة لله الفضل والمنة. كانت هناك تخطيط، هناك رجال يقفون حول هذه الجائزة ودعم مسيرة المتفوقين في إدارة التعليم، وكان لمركز التميز في الإدارة قصب السبق في هذا الجانب، مكاتب التعليم، المدارس، القادة، المعلمون، والحمد لله يعني وجدنا هناك تفاعل كبير في الميدان التربوي للتفاعل مع مثل هذه الجوائز. حصدنا طلاب، حصدنا معلمين، حصدنا مدارس، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الدعم اللامحدود من سعادة مدير التعليم وأيضا كافة منسوبي هذه الإدارة لأبنائنا الطلاب ومنسوبين المعلمين.
أستاذ ناصر، كيف يمكن الحفاظ على هذا الرتم وهذا العمل الدؤوب في تحقيق الجوائز؟ أيضا كيف يمكن تعميمها على بقية مكاتب التعليم وإدارة التعليم؟ العمل المؤسسي هو الذي سيحقق لك الديمومة التامة حتى أنك تمضي في نفس المشوار، والتخطيط الجيد هو الذي سيعينك أيضا إلى إداء الرسالة والوصول إلى الرؤية التي تريدها والتي تنشدها. إدارة التعليم هناك مركز للتميز، يخطط، يتابع، يدعم، يساند، وبالتالي كان مشوارنا جدا رائع في هذا في هذا في هذا الحقل، سواء على مستوى الشيخ حمدان بن راشد، على مستوى جائزة الوزارة، على مستوى جائزة جازان. الحقيقة أنه نحن نفخر بكل الجهود التي يقدمها الزملاء المعلمين وأيضا مشرفينا وأيضا هذا القسم الرائع المتوهج بقيادة الأستاذ حسين طميحي. شكرا لكم، أتمنى لكم التوفيق. إذن مشاهدي الكرام، هذا إطلالة من جازان، ونسلط الضوء فيها على جائزة حمدان بن راشد المكتوم فرع طالب متميز التي حققها الطالب نواف بن عبد الرحمن عاكش من إدارة تعليم صبية. كل الشكر والتقدير لإدارة تعليم صبية على هذه الإنجازات وهذا الرتم المتصاعد في تحقيق منجزات لتسجل باسم الوطن خارجيا. هذا ما لدينا من هنا من جازان، الآن أعود إليك. يعطيك العافية من جازان حسن غزواني. شكرا يا حسن.